بسم الله. تمارين حول نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. نعتبر x و y عددين حقيقيين. حل النظمة التالية: x ناقص 2 على 5 تساوي y ناقص x على 2. المعادلة الثانية للنظمة هي x زائد y على 5 تساوي 3x ناقص 2y زائد 1 على 2. يلا نقول المعلومات في دفترك ثم أنجز التمرين. يلا أوقف تشغيل الفيديو وريثما تنتهي من إنجاز هذه النظمة، ثم سنلتقي بعد لحظات. صافي انتهيت، يمكننا نشوف الحل. يلا لنبدأ. يلا بداية، ما هو العمل الذي سنقوم به؟ صحيح، يمكننا نقوم بتبسيط كتابة هذه النظمة. دقيق، نقوم بتبسيط كتابة هذه النظمة. إذا سوف نقوم أولا بتوحيد المقامات. ما هو المقام الموحد؟ صحيح، المقام الموحد سواء المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية هو العدد 10. نقوم بذلك. إذن بالنسبة للكسر الأول نضرب البسط ونقام في 2، ستصل الكتابة على دنا 2 عامل الـ x ناقص 2 على 10 يساوي 5 عامل الـ y ناقص x على 10. بالنسبة للمعادلة الثانية x زائد y على 5 نضرب البسط ونقام في 2 فتصير الكتابة على النحو 2 عامل لـ x زائد y على 10 تساوي 5 عامل لـ 3x. اكتبها مزيان، 3x هي ناقص 2y زائد 1 على 10. واضح؟ الآن يمكن لنا نشطب هنا على 10 بالنسبة للمعادلة الأولى، وكذلك بالنسبة للمعادلة التالية نشطب على 10. تقن تصير كتابة النظمة على دنا. ثم نبدأ عملية النشر إذا شئت. 2 عامل لx ناقص 2 هي 2x ناقص 4 تساوي ماذا في الطرف الثاني؟ 5 عامل لy ناقص x هي ماذا؟ زين، هي 5y ناقص 5x. نمر للمعادلة الثانية، 2 عامل x زائد y هي ماذا؟ هي 2x زائد 2y. ثم ماذا سنكتب في السطر في الطرف الثاني؟ نعم، 15x تابع صحيح ناقص 10y يصير زائد 5. تقن نواصل. إذن الآن نأتي بناقص 5x إلى الطرف الأول و5y إلى الطرف الأول، وفي آن واحد نأتي أو ننقل ناقص 4 إلى الطرف الثاني، وعند انتقال حد من طرف إلى آخر كما تعلم تتغير الإشارة التي تسبق، فتصل الكتابة على دنا 2x زائد 5x ناقص 5y تساوي 4. بالنسبة للمعادلة الثانية 2x ناقص 15x زائد 2y زائد 10y يساوي 5. دائما عند انتقال حد من طرف لآخر تتغير الإشارة السابقة. 15x انتقلت إلى الطرف الأول صارت ناقص 15x، وناقص 10y انتقل إلى الطرف الأول من هذه المعادلة فصار زائد 10y. 5 بقيت في مكانها، لا تتغير الإشارة التي تسبقها. تقن وواصل. 2x زائد 5x أي 7x، ثم ناقص 5y يساوي 4. 2x ناقص 15x أي ناقص ناقص 13x زائد 12y يساوي 5.
إذا الآن الكتابة اللي حصلنا عليها ديال النظمة تعتبر تبسيطا للنظمة السابقة، إذا التعامل مع هذه النظمة أسهل بكثير من التعامل مع الكتابة الأولى للنظمة. إلى دوكا تنقترح عليك طريقة التأليف الخطية. إذا غادي نحددو دروكا العنصر اللي غادي نتخلصو منه، مثلا نقترحو إيكغاي، نبداو بإيكغاي، نريد التخلص من المجهول إيكغاي. يمكننا نبداو بإكس، لماذا؟ ولكن أنا فضلت نبدأ بإيكغاي. إذا سنضرب طرفي المعادلة الأولى في عدد وطرفي المعادلة الثانية في عدد، بحيث إذا جمعناهما طرفا بطرف سنتخلص من المجهول إيكغاي. يلا في رأيك في ماذا سنضرب الطرف الأول؟ زين، في 12، والثاني في ماذا؟ في 5، هكذا على عددنا. واضح؟ تصير كتابة هذه الندوة على النحو التالي: 7 أو 12 في 7 هي 84، إذن 84 إكس ناقص 60 إيكغاي تساوي ماذا؟ نعم، تساوي 48. 5 في ناقص 13 إكس هي ناقص 65 إكس زائد 60 إيكغاي تساوي ماذا؟ نعم، تساوي 25. واضح؟ الآن نجمع معادلتين نظمة طرفا بطرف. إذا 84 إكس ناقص 60 إيكغاي ناقص 65 إكس زائد 60 إيكغاي يساوي ماذا؟ فعلا يساوي 48 زائد 25. واضح؟ هناك إمكانية إزالة بعض الحدود، بحال ناقص 60 إيكغاي مع ماذا؟ مع 60 إيكغاي، بعد حدين متقابلين. إذا بتبقى لنا فقط 84 إكس ناقص 65 إكس. إذا 84 ناقص 65 تساوي ماذا؟ نعم، فعلا تساوي 19 إكس. تمام؟ يلا 48 زائد 25 تساوي ماذا؟ نعم، تساوي 73. إذا x تساوي ماذا؟ أخيرا فعلا x تساوي 73 على 19. إذا هكذا وجدنا المجهول الأول x. طيب الآن سنعود مرة أخرى إلى نظمتنا لاستعمال طريقة التأليف الخطية مرة لإيجاد المجهول إيكغاي. يلا الآن في رأيك للتخلص من المجهول إكس، أو نعم، كيف نتصرف؟ نعم، نضرب طرفي هذه المعادلة في عدد وطرفي المعادلة الثانية في عدد، بحيث يكون المجموع يساوي صفر إذا جمعنا معادلتين نظمة طرف بطرف. هذه ما تسلكته بالفعل من قبل اختاروا 13 هنا 7. تبقي تصير كتابة النظمة على النحو التالي: 13 في 7 تساوي 91. 7 في 3 21، 7 في 1 7 و 2 9. 91 إكس ناقص 65 إيكغاي تساوي 13 في 4، 3 في 4 12، 1 في 4 4 و 1 5 هكذا. نعم، 7 في ناقص 13 إكس يساوي ماذا؟ صحيح، ناقص 91 إكس زائد 7 في 12 إيكغاي، إذن 7 في 2 14 و 7 في 1 7 إذن 1 8، إذن 84 إيكغاي يساوي 7 في 5 35 هكذا. إذا الآن نجمع معادلتين نظمة طرفا بطرف، تصير الكتابة على ذلك: 91 إكس ناقص 65 إيكغاي تابع هي ناقص 91 إكس سير زائد 84 إيكغاي يساوي ماذا؟ صحيح، يساوي 52 زائد 35. هنا عندنا عددين متقابلين نزيدهما: 91 إكس مع ناقص 91 إكس.
ثم ناقص 65 زائد 84 ناقص 65 إيغري زائد 84 إيغري يساوي 19 إيغري. تبقي و 59 زائد 35 9 و 5 14 5 و 3 8 1 9 تساوي 94. واضح؟ يعني إيغري تساوي 94 على 19. وهكذا وجدنا المجهول إيغري. وهنا اعتذر، كاين واحد الخطأ هنا، ملي جمعنا هذه المعادلتين طرفا بطرف خصني نكتب هنا 52. هي لاحظ 52 زائد 35، إذا سأزيل 9 وسأعوضها ب 2 هكذا. إذا المجموع 52 زائد 35 هي 87. إذا 19 إيغريك تساوي 87، يعني إيغريك تساوي 87 على 19. أعتذر هنا. إذا كما ذكرت هنا حينما قمت بعملية الجمع وضعت 59 زائد 35 والصواب هو 52 زائد 35 فأعطتني 87، والنتيجة إيغريك تساوي 87 على 19. أعتذر مرة أخرى هنا. إذا وجدنا الآن المجهول إيغريك اللي هو 87 على 19. استنتاج الزوج إكس إيغريك، إكس لقينا هي 73 على 19، إيغريك 87 على 19. هذا الزوج هو الحل الوحيد، هو الحل الوحيد لهذه النظمة. طبقين انتهى هذا التمرين من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. إلى اللقاء.